بسم الله، مرحبا بكم. معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي هنصمم مع بعض في برنامج الفوتوشوب علم العراق بخطوات عملية بكل من البداية تماما، مرورا بالخطوات المتتابعة وإضافة بعض التأثيرات كده والوصول إلى نتيجة مرضية إن شاء الله. نبدأ على بركة الله. الفيديو ده يعني مناسب للمبتدئين في تصميم الفوتوشوب وتعلم برنامج الفوتوشوب. نبدأ نفتح برنامج الفوتوشوب. يعني ده المشروع اللي اشتغلناه. هنبدأ تاني من البداية، فايل نيو، هبدأ مشروع جديد. النهاردة هبدأ اقول له A4، وانا نسيت اضيف الاورينتيشن هنا افقي او رأسي، قلت كريت على طول فجالي كده. انا عاوزه يكون افقي. اعدله ازاي بعد ما انشأت مساحة العمل بتاعتي دي؟ اعدله ازاي؟ في حاجة هنا اسمها بروبيرتيز او خصائص، دي اللي مش موجودة عند حضرتك. هتروح لويندو هتلاقي هنا في حاجة اسمها بروبيرتيز، فين اهي، ماشي، اعمل عليها علامة صح او اضغط عليها فهتظهر معاك في المنطقة دي. البروبيرتيز دي فيها الاورينتيشن افقي ورأسي اهوت، اضغط عليه كده فيديني الرسالة ده، اقول له بروسيس عالج او اشتغل فاداني المنطقة دي. في حاجة كمان عاوزين نعملها، ان المساحة البيضاء دي لونها ابيض، شيت ابيض فارغ وفاضي تماما. احنا عاوزين بقى يكون شفاف ما يكونش ابيض. نعمل ايه بعد ما انشأت الشغل بتاعي؟ طبعا هي بتكون في البداية هنا، في لما اقول له نيو واقول له هنا بيكون فيه وايت، اختار منها ايه، ترانسبيرنس. ولكن انا انشأته خلاص، اعمل ايه بقى؟ انشأها اخليها اعدلها تاني ازاي بعد ما اشتغلت الشغل بتاعي ده؟ اعدلها برضو من نفس النافذه هنا، بروبيرتيز خصائص، انزل تحت كده هلاقي هنا الفيل بتاع الباك جراوند ده هيكون ايه، ابيض، لا اختار من هنا شفاف، هيظهر معايا بالشكل ده. وطبعا الشريحه او نقول ايه اللاير، الطبقه دي بتكون هي اللي في الاسفل تماما ومظهره هنا، وبتظهر معايا اللاير عادي. تمام، حلو جدا. عايزين بقى نرسم العلم. العلم بتاع العراق زي العلم بتاع مصر، في 3 ألوان، أحمر فوق وأبيض في المنتصف وتحت لون أسود، وبينهم كده في عند المنطقة البيضاء في كلمة الله أكبر. طيب تعالى بقى نشوف هنعمل الكلام ده إزاي. هتقول لي إحنا ليه عملنا المساحة دي شفافة كده ترانسبيرنت، وكان المفروض نعملها أبيض ونضيف المستطيلين؟ هقول لك دلوقتي. يلا نرسم اول مستطيل. طبعا رسم المستطيل من اداة الريكتانجل، ولو ضغطنا كده هي طبعا دي الادوات اللي معايا، هختار ريكتانجل او اضغط اختارها مباشرة لو هي متحددة معايا، وابدأ ارسم اول مستطيل. المستطيل ده طلع معايا باللون الفيل الاخضر، انا مش عايزه اخضر، انا عاوزه ايه، فيل بلون احمر، يبقى هختار اللون الاحمر ده. تمام، والاستروك بتاعه اتاكد ان هو من غير حدود، او لو عايز تضيف له حدود مفيش مشكله، عادي خالص يعني مفيش اي مشكله، ممكن نضيف له حدود بس خليك من غير حدود افضل. طيب المستطيل يعني مرسوم بالمسطره كده، يعني حدود بتاعته، الخطوط بتاعته ستريت كده مستقيمه. احنا عاوزين تكون يعني ايه، فيها موجة كده زي ما يكون الهواء بيتلاعب بيه الرياح، ف يعني مش مستقيم أوي كده. نعمل ايه؟ هروح على البين تول، أداة الرسم الجميلة دي. تمام، ولو هي برضو عند حضرتك أي خيار من الخيارات دي، هختار البين تول الأساسية العادية جدا اللي هي أول واحدة دي. وطبعا الاختصار بتاعها، أي أداة من الأدوات دي بيكون الاختصار بتاعها مكتوب قدامها كده، لو ضغطت على حرف بي هتنتقل على طول للأداة البين تول. البين تول هروح هنا وانا ماشي كده عند المستطيل ده. تمام جدا، تعال نحدد المستطيل بتاعنا كده، ده المستطيل بتاعنا. هروح على البين تول واروح على الحدود بتاعة المستطيل، مفيش اي حاجة بتظهر معايا. يبقى انا مش عاوز الموف تول، انا عاوز الاول اروح لل البس سيكشن دي، اضغط عليها اختار اول واحدة دي، وبعد كده هروح انا. وخد بالك ايه اللي بيحصل، مفيش اي حاجة برضو بتحصل، بس هنا لما هروح للبين تول وهروح بقى على النقط بتاعتي دي،
لا طبعا كده غلط. احنا نضغط سكيب ماشي. انا هحدد الاول الايه الدايركت سيكشن للمستطيل ده. بالظبط كده. انا عاوز محتاج احذف اللاير ده. طبعا كليك كده وتقول له موف او ديليت. ماشي، فبيديني رسالة تأكيد، بقول له موافق. طيب خلينا بعد كده بقى نقول الخطوة دي مرة تانية. أنا فين دلوقتي في اللير إيه اللي أنا شغال عليه ده؟ هو بالأحمر ده اللي هو ريكتانجل. تمام، هروح للباث دايركت سيليكشن ده وهضغط على الإيه المستطيل بتاعي. ظهر معايا النقط اللي هي إيه، لاحظ اللي انا اقدر اتحكم فيها دي. تمام، كويس جدا. طيب ايه بقى، هروح ل البين تول. شوف بقى ايه اللي بيحصل دلوقتي. انا لسه ما ضغطتش على اي حاجه، بس مجرد ما تروح بس هنا كده في اي خط، اي مكان على الخط اللي هو بتاع المستطيل، تظهر معاك النقط دي. يعني بيقول لك انت عايز تضيف نقطه هنا. ايوه عايز اضيف نقطه هنا، ومش هضيف بس، ده انا هحرك كمان. يبقى هضيف وهسحب كده كده كده، يبقى ظهر معايا الشكل ده الانحناء دي. تمام، هضيف كمان نقطة هنا ماشي، وابدأ اسحب كده. بس خد بالك ايه اللي بيحصل بقى، علشان ايه، علشان ما يظهرش معاك الدنيا تبقى مش مظبوطة او كده مثلا ماشي. وهنا كمان كده، انا اخليها حادة شوية كده على اساس تكون مش كل حاجة يعني ايه كده مثلا. دي برضو تمام، وهنا كمان جميل جميل. ودي هناخد برضو هنا برضو انحناء كده على اساس ان الشكل بيكونش منتظم، مش عاوزينه منتظم خلاص. وهنا كمان ناخد اي شكل كده، وهنا بس. اصلا الحد الايمن والايسر ده احنا اصلا هنتحرك فيه دلوقتي، وهنوسعه كده يمين وشمال، هنكبره ونخليه بس. طيب او مفيش مشكلة، ممكن كده. اسف جدا، هرجع للشكل تاني وهبدأ اضيف نقاط. هرجع للشكل واروح ل الدايركت سيلكشن ده، احدده واروح للبين تول. ركز معايا هنا، هبدأ اضيف نقطة واسحبها كده، خليها كده، ونقطة تانية هنا كده مثلا، ونقطة هنا خليها كده، ونقطة هنا كده، ودي نخليها عاملة كده يعني بالشكل ده تقريبا. يعني كده ايه، نخليه مش منتظم اوي. خلاص كده اضغط على اداة الموف تول عشان ابدأ بقى اتخلص من الشكل اللي معايا ده. اكبره كده شوية او خليه عادي، مش مشكلة، تسيبه كده. انا افضل ان احنا نكبره ونوصله لاخر الشاشه كده، اخر منطقه العمل. وهنا ممكن يكون كده الشكل ده. انا هاخد منه نسختين. تمام، هضغط على زر الت وابدا اسحبه كده لتحت. شيفت شيفت الموف تول، طب الاول عايزين نتخلص من الاثنين لاير دول. هسحب اللاير كده واضيفه في سلة المحذوفات اللي تحت ديت، وهسحب اللاير بدل ديليت او كليك يمين وديليت براحتك يعني. طيب هنا بقى عايزين ناخد الشكل ده، يبقى هضغط على
ايوه الت واسحب الشكل ده مرتين، مرة تحت كده ومرة تانية هنا، تمام. يبقى انا عندي كده الشكل ده موجود 3 مرات، مرة فوق بالاحمر ومرة هنا ده هنخليه بالابيض كده، واخلي الفيل بتاعه. طبعا الفيل بقى هنوصله ازاي؟ هنوصله من بعد ما تحدد الشكل كده، تروح على الريكتانجل تول تاني والابيض ده تختاره، او اللون ده تختار ان هو يكون ابيض. فين الابيض؟ هنا مفيش، تختار من اداة الالوان دي الابيض هنا في المكان ده عادي، مش شرط يكون ابيض بالظبط يعني، احنا هنغير دلوقتي بعض الاعدادات دلوقتي خلاص. وبعد كده خلاص نروح بقى للمستطيل اللي بعد كده من الموف تول برضو، حدد ده اللي تحت هيكون بالاسود، هروح للاداة ديت واغير الالوان اخليه باللون الاسود، لو موجود هنا بضيفه مباشرة، مش موجود بضيفه من هنا عادي، تمام خلاص كده. طيب احنا عاوزين ايه كمان؟ عاوزين اسف جدا انا مش عاوز ده، ده بالخطأ. طيب ده نحذفه، احنا عندنا دلوقتي 3 لير، واحد اللي هو بالاحمر، واحد بالاسود، واللي هو ايه بالابيض، تمام. بس اللي بالابيض جه فوق اللي بالاحمر، ما فين التأثيرات اللي كانت هنا؟ يبقى انا دلوقتي هروح على اداة الموف تول وهظبط مكانه كده، وبعدين ارفع الاحمر ده فوق الابيض، وكمان الاسود يروح فوق الابيض، يبقى هو كله فوق الابيض كده، الابيض تحت لان هو مغطي المساحة بتاعتي، والايه العلم بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، تمام. طيب عاوزين بقى نكتب الصورة بتاعتنا اللي هي كلمة الشعار اللي موجود في نص العلم، كلمة الله اكبر. هنجيبها منين؟ هروح لفايل انا منزلها من على الانترنت وهقول له اوبن، وهختار الشعار بتاعنا كلمة الله اكبر، هي موجودة هنا في وسط دايرة كده مفيش مشكلة، هاخدها وبعد كده ابقى اوصها، ظهرت معايا هنا اسحبها كده مباشرة، ونضيفها في المكان ده، ظهرت معايا كده. بس انا محتاج بس ان انا اعمل لها ايه، اعمل لها يعني اختصاص كده، او اقص الكلام الزيادة ده، ففي اداة هنا اسمها كروب، وانا محدد طبعا اللاير بتاعي كروب اللي هو اختصاص ده ماشي، وابدا احدد المنطقة اللي انا هعمل لها كروب كده، واضغط انتر. طيب نعمل تراجع للخطوة دي عشان كده عملنا ايه غلطة كبيرة جدا، وهي اننا قصينا كل الايه الشغل اللي احنا عملناه. فانا هعمل اندو وهرجع للصورة بتاعتي، خلينا كمان نحذف اللير ده خالص اهوت، وارجع للصورة بتاعتي اعمل كروب هنا، ايوه هنا كده، وانتر، فظهر معايا كده الكروب اهوت. اخد بقى الموف تول وابدا احرك الشكل ده تاني، اخد الشكل ده اللي انا عملت له كروب ده مرة تانية، احدده من هنا واضيفه في مساحة العمل بتاعتي، ظهر معايا هنا. طبعا هي الصورة المرة دي مبكسلة كده شوية، ولكن طبعا يعني ايه احنا بقى نبحث عن صورة تانية، ده كنموذج بس تكون يعني اوضح من كده، او ممكن نكتب كلمة الشعار ده نظبطه كده في المنتصف، ايوه كده. وبعد كده بقى فاضل خطوة مهمة جدا، وهي خطوة عمل يعني زي تشبيحة كده باللون، بحيث ان هو يكون يعني ايه متدرج كده، مش لون يعني كله نفس الدرجة كده. نعمل ده ازاي؟ هروح للموف تول واحدد اللاير بتاعي اللي هو الاحمر ده مثلا، وابدأ بقى ان انا عاوز اجيب اللون بتاعه، اتحكم في اللون بتاعه، يبقى هختار الريكتانجل تول، بس مش هرسم اي مش هرسم اي مستطيلات دلوقتي او اشكال، ولكني عايز اوصل للالوان. فاللون اللي هو الفيل ده هروح اقول له انا عاوزه ما يكونش لون يعني درجة واحدة كده، انا عاوزه متدرج، يبقى هروح اضغط على العلامة دي
في حاجات جدا كتير من الرسومات الجاهزة أو الدرجات الجاهزة أنا مش هشتغل عليها حاليا. أنا هشتغل يعني هعتبر إن أنا ما عنديش أي رسومات من دي، لأن الحاجات دي كلها ممكن تكون مش موجودة عند حضرتك. فهبدأ إن أنا أعمل إيه، أضيف أنا تدريج من عندي. يبقى أنا هضغط هنا على الرسم ده، هيطلع لي النافذة دي اللي فيها أسود وأبيض، فهروح على الأسود ده وأقول له أنا عاوزه أحمر، ماشي الدرجة دي أوكي. وبعدين هروح على الأبيض ده هقول له أنا عاوزه أحمر هو كمان نفس. خد بالك هنا بقى أنا معايا القطارة ديت، ممكن أخد نفس الدرجة دي هنا كده. وبعدين هروح بالماوس هنا في المنطقة اللي في النص دي، ماشي بنفس الدرجة. حلو جدا، طب ما انت كده اديتني نفس ال3 درجات. هتشوف دلوقتي، هروح هنا مثلا في المنطقة دي ماشي، واقول له انا عايز درجة تانية بقى تكون ايه، اخف شوية، تكون دي مثلا، او نقول مثلا دي، لا ده بني، يبقى هنا كده ناخد درجة تانية زي تكون فاتحة شوية مثلا دي. وبعدين اروح هنا اضيف كمان هنا في المكان ده اقول له اوكي، وهنا اضيف نفس الدرجة. جميل جدا، تعالوا نشوف كده، شايف ايه اللي حصل؟ انا بقى عاوز الزاوية بتاعتها ما تكونش افق كده، تكون يعني مائلة قليلا. طب نعمل ده ازاي؟ هقول له اوكي، واروح للدرجة من هنا اقول له ميلها لي شوية صغيرين كده كده مثلا. يبقى العلم زي ما حضرتك شايف كده فيه الايه، الحركة دي، التشبيحة دي. والابيض برضو الابيض نفس الكلام، بس خلينا نروح للاسود الاول، احدد الاسود ده اللي يرد بتاع الاسود ده، ونعمل نفس الحركة. هروح للمستطيل وبعدين الفيل وبعدين الجريد دي، وابدا ان انا اضغط هنا ضغطة واحدة، هقول له انا عايز ابيض واسود، يبقى هنا مثلا هيكون كده واحدة وكده واحدة وكده وكده مثلا كتير كده. ناخد اول واحدة دي الاسود خالص ده اللي في الاول خالص، ناخده هنا في الاخر، و ده مثلا يكون فاتح شوية، وده يكون اسود، وده يكون خلينا واحدة هنا كمان تكون فاتح قليلا كده، واللون الأحمر ده يكون ناخد درجة من هنا. أنا مش عايز أبيض خالص، أنا عايز الأبيض ده كمان يكون أسود كده، وده يكون درجة مختلفة، وهنا نضيف واحدة كمان أسود ونبعد دي شوية، وناخد ديت كمان واحدة هنا تكون دي الأسود كده مثلا، يعني في الحدود دي كده أو بالطريقة دي كده. بلاش دي تكون حادة جدا كده، ممكن نحذف واحدة على فكرة ازاي بالطريقة دي ونضيفها تاني، وما تكونش الزراع بتاعها ده، لا مش عاوزينه كده. يبقى دي تقريبا كده، وهنا برضه نفس الكلام يكون اللون بتاعها كده مثلا. يعني تقريبا كده، ونقول له اوكي. بعد ما خلص بقى الكلام ده برضو التدريج بتاعه او الدرجة بتاعته الاتجاه يكون مائل كده قليلا. طبعا برضو هلاحظ ان هنا اللون ده مش عاجبني الاولاني ده، والاسود هنا ضعيف شوية. لا خلينا نرجع تاني بقى للالوان بتاعتي، بلاش دي خالص، ونزود الاسود هنا شوية. كده وبلاش دي خالص، ودي خليها اسود اكتر من كده. نجيبه منين بقى؟ من اللون من هنا، اختار درجة تكون غامقة خالص كده،
لا خلينا نرجع تاني لدي، ناخد درجة كده، أسود خالص، هقول له أوكي، يعني تقريبا كده، ماشي. طيب عاوزين بقى برضو يكون فيه تشبيحة بسيطة كده، أو نفس الدرجة رمادي كده عند إيه، عند المستطيل الأبيض ده. يبقى أحدد المستطيل الأبيض أو اللاير اللي فيه المستطيل الأبيض، وهبدأ إن أنا أضيفه. خد بالك الأسود نزل تحت، أنا عاوز الأسود يكون فوق والأبيض، ماشي براحتك انت بقى، ممكن تعمل دي زي ما انت عاوز. هنا الابيض عاوزين نضيف له حاجة، بس بقى ما يأثرش على لونه، نخليه زي رصاصي كده، مش رصاصي برضو، حاجة بسيطة خالص. الفيل ده هروح للون ده، لا مش اللون، انا عاوز الاول اختار الاداة اللي هي جريد لاين دي، وبعد كده اختار من هنا كده، انا عاوز كله ابيض، ولكن هنا ابيض، وهنا كده نضيف حاجة بسيطة جدا، رصاصي بسيط جدا جدا جدا، ايوه كده، وبعدين هنا وهنا، خلي ده خلي ده ابيض، ايوه كده، وبعدين برضو نغير الاتجاه بتاعه قليلا كده، زي ما حضرتك شايف كده. تعال نبص كده على الشكل العام. طيب انا ليه في البداية خالص عملت مساحة العمل بتاعتي اللون بتاعها يكون شفاف؟ فاكر انت لما رحنا كده قلنا ترانسبيرنت كان هوايت وبعدين او ابيض، وبعدين خلينا ترانسبيرنت ده شفاف، ليه عملنا كده؟ ظهر معانا دلوقتي بقى ان احنا ايه، يعني اللون الاحمر كده هيكون المكان ده مش ابيض، والمكان ده يعني شفاف، بحيث ان انت لو حبيت تستخدمه بقى في صورة بي ان جي اللي هي بتدعم الشفافية او كده، فده شيء هيكون متاح وجميل جدا. ده كل شيء بالنسبة للتصميم، فاضل بقى ان احنا نحفظه بصورة، نحفظه كصورة بي ان جي عشان استفاد من الشفافية اللي موجودة في اطراف العلم دي. يبقى هنا هروح لفايل وسيف از، وبعد كده هختار التيب، سيف از تيب، هقول له بي ان جي بس، وبعد كده نحفظ الشغل بتاعنا، وعلى خير إن شاء الله، نلتقي في فيديوهات قادمة، وإن شاء الله خطوات أخرى لتعلم التصميم وتعلم الشغل على الفوتوشوب، وأدوات وخيارات مختلفة في الفوتوشوب، وإن شاء الله نتطور ونتقدم مع بعض سويا كده، ودعمونا بالاشتراك في القناة والضغط على زر جرس التنبيهات ومشاركة الفيديوهات وأيضا الانتساب للقناة. شكرا لمشاهدتكم، وإلى لقاء قريب. كنت معكم إبراهيم محمود بورسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.